بالنسبه للاعياد الدينيه كان كيتمشى هادشي ديال البلدين يعني مزيان بواحد الدرجه يعني نقولوا 90% او 85%، ولكن بالنسبه للسنين الاخيره اظن وقيل التجاره نقصت تقريبا على كل شيء ماشي غير على البلدي، ولا سيما البلدي نقص بزاف وربما واحد 50% ولا اكثر نقص البلدي. هذا هو المضمون ديال هادشي ديال البلدي، وحاليا الحمد لله ما غاديش الانسان يلقى الخير ديالو، اللهم لك الحمد. الاقبال الحمد لله كاين الاقبال، واخا الاقبال شي شويه ضعيف، ولكن الحمد لله فين ما كتجي هذه المناسبه هذه كيكون اقبال على الصناعه التقليديه بصفه عامه، بما فيها البلغه وبما فيها القناضر وبما فيها الجلال وبما فيها جميع الانواع ديال الصناعه التقليديه كيكون على اقبال. الاثمنه سيدي من 80 درهم حتى 120 درهم، الاثمنه في المتناول ديال الجميع. عيد مبارك سعيد للمغاربه من الصغير حتى الكبير، ولا واحد الاقبال كبير ان المغاربه عاد ولاو تيتعاطوا ولا شي ديال البلدي ولا هذا، راه دابا تشوف حتى في الشارع المغربي تتلقى شاب يعني لابس جلابه لابس قندوره لابس رواق مدريسه، يعني تتفرح بان راه مازال البصمه ديال المغرب تدور في الشوارع. اما بالنسبه لشحال هذه يعني ولاو هذا الشيء الجينات وداك الشيء، ولكن الحمد لله مازال نتمنوا من الله الشباب هادو حتى هما يرجعوا للجلابه يرجعوا للقندوره السلام المغربي حتى هو. وفي الاعياد وداك الشيء راه كنشوفوا اي بيت كاين فيه التكشيطه كاين فيه الجلابه.